رثت جامعة الخليج العربي رئيسها السابق الدكتور خالد بن عبد الرحمن العهلي رحمه الله في وقفة الوفاء التي نظمتها الجامعة بمركز الأميرة الجوهرة للطب الجزيئي والأمراض الوراثية بحضور عائلة الفقيد وعدد من الوزراء والدبلوماسيين. وتم افتتاح معرض يجسد مسيرة الدكتور العوهلي وانجازاته وتدشين كتاب يستعرض ملامح من عطاءاته المخلصة للجامعة والبحرين وأهلها. الأثر الطيب لا ينسى، فهو أسمى إرث يتركه الراحلون. من هنا كان لابد أن يكرم أحد رجال العلم الصادقين الذين قدموا الكثير من الإنجازات القيمة، وهو المرحوم بإذن الله رئيس جامعة الخليج العربي السابق الدكتور خالد بن عبد الرحمن العهلي الذي تولى رئاسة الجامعة لأكثر من 14 عاما، عمل فيها بكل إخلاص وتفان واقتدار، مسجلا عددا كبيرا من النجاحات العلمية والأكاديمية. كل هذه الإنجازات تم تدشينها من خلال كتاب يحكي عن مسيرته القيادية المتفردة بجامعة الخليج العربي. تشرفنا اليوم بحضور حفل تكريم الراحل الدكتور خالد بن عبد الرحمن العهلي رئيس جامعة الخليج السابق رحمه الله. هذا الحفل يأتي كوقفة وفاء للراحل بعد خدمته لمدة 14 عاما في جامعة الخليج العربي كرئيس لها، والذي وضع نصب عينيه تطوير الجامعة، تطوير برامجها، تطوير كوادرها سواء كانت الأكاديمية أو الإدارية. احنا في الجامعة ومنتسبي الجامعة يعرفون مقدار ما قدمه الفقيد، فقيد الجامعة وفقيد العلم أنا أسميه، يعني أدار الجامعة بنجاح. ويعني يكفي أن نعرف أن هناك 6 برامج ماجستير وبرنامجين دكتوراه في فترة رئاسته، واعتقد الجامعة يعني سطرت كل الأشياء في هذا الكتيب شرحت فيه. هذا يعبر عن رأي أساتذة والطلاب ومنتسبي الجامعة في هذا الرجل. على منبر مركز الأميرة الجوهرة الإبراهيم وقف منتسبو جامعة الخليج العربي وجميع من عرف الفقيد وقفة وفاء لاستذكار إنجازاته العلمية والأكاديمية ومواقفه الإنسانية من خلال عرض فيلم قصير يتضمن نبذة من إنجازاته، ومنها مشروع مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الطبية وتدشين البرامج الأكاديمية المبتكرة والنادرة في مختلف التخصصات الطبية والتربوية والتقنية. اجتمعنا اليوم لتكريم الراحل الفقيد أخونا وأستاذنا الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي. طبعا هذا اللقاء هو تكريم له، وهو طبعا يستحق التكريم ويستحق بعد أكثر على مسيرته الأكاديمية والمهنية وعلى إنجازاته العظيمة اللي قدمها خلال فترة رئاسته إلى جامعة الخليج العربي. وطبعا يعني هذا اللقاء القصير يعني لا يسع أصلا التكلم عن دكتور خالد العوهلي وعن مناقبه، بالإضافة إلى إنجازات الأكاديمية وكون أكاديمي محنك وقائد متميز. بالإضافة إلى هذا كله هو عنده أيضا جانب إنساني. رحل الدكتور خالد بن عبد الرحمن العهلي، ولكن ذكراه ظلت خالدة على المستوى الإنساني والعلمي والأكاديمي.